ولذلك هو الكتاب ملغز اكثر منه مفسر لعمر سليمان، لان انت بعد ما تعرفي حقيقته تحتاري اكتر. طبعا برضو من الحاجات اللي بدعو حضراتكم لقراءتها العقرب السام، دي الطبعة 20، هتلاقوا فيه رؤية شاملة زي ما قال الدكتور، وهتلاقوا فيه تحليل لحاجات كتير مش بس عن شخصية الراحل عمر سليمان، لكن لمشاهد مرتبطة بلواء عمر سليمان. أروح مع حضرتك بقى للإسلامجي، أسرار دولة الشيوخ الخاصة، وهنا كهنة المعبد. عندنا حاجات كده مصطلحات برضو لا ده كتاب حضرتك فضائحي. يعني أوجدتها لا 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 كتاب وحاطط لها نهج كده، أسرار دولة الشيوخ الخاصة، نتكلم عنه شوية من بعيد ده لبعيد كتاب كده. لا ده كتاب، بصي ده كتاب يمكن أن تعتبريه من كتب الفتح يعني. يعني بصي الإسلامجي ده كان ده غير الكتب الأخرى برضو المتعلقة بالفضائح والأسرار والكلام ده، هل ده أشد غلظة شوية منهم؟ لا ده لا ده لانه في يعني حقيقه عاريه جدا يعني، من والناس كل الناس موجودين في موجودين عايشين يعني، يعني وقائع حصلت. انا عايز اقول لك انه الاسلام وما ده رفعوش قضايا. لا لا خالص خالص، اصل انا يعني اثبت ما جرى يعني. يعني الاسلام ده كان مشروع مسلسل كويس يعني، مشروع مسلسل، وفعلا كان علي رجب هيعمله، اللي هو بعد كده اتعمل الداعيه واتعمل مولانا واتعمل، بس ده كان مبكرا ان احنا هنعمل بالاسم ده يعني، اسم الاسلامجي ده، لان هو الاسلامجي انت بتوحي لي، انت عارفه الامجي دي الحاجات في الاخر اللي هو بيتحول ما بين ان هي وظيفه يعني، صفة شوية اسلامجي لا، ان هي وظيفه اكتر من ان هي دعوه. في جانب كبير جدا انا عرفت كل دول يعني، عرفت كل الناس المشاهير دول وتقاطعت معاهم في مساحات معظمها رمادي يعني، مش ابيض واسود يعني، معظمها رمادي. انت بتتكلمي عن عمرو خالد، بتتكلمي عن خالد الجندي، بتتكلمي عن محمد حسان، بتتكلمي عن اللي هم الاسماء الكبيره يعني. انت عارفه عديت على محمد جبريل في هنا في القصه بتاعته وذكره في اكتر من مكان، عندك موقف معين تجاهه؟ لا ما عنديش موقف معين خالص، بس عايز اقول لك على حاجه، دي قصه قديمه قوي يعني، كانت ممكن في 2004 ولا حاجه يعني، تتكلمي عن يعني بلاش الامور طب ما عدت يمكن يعني. تابوا يا دكتور، ايه يمكن تابوا. لا هم يتوبوا الى الله، لا يتوبوا الى الصحافه يعني. ايوه، هي التوبه الى الله ربما تقتضي ان احنا بعض الامور ما انا نقرا بتكلم، ابواب. ما انا عشان كده قلت لك ما بلاش الموضوع عدى ما هو يعني، موجود يعني كتاب في السوق يا دكتور، لا ده جزء، وثقته، ايوه ما هو جزء، عامل وثيقه بس هو جزء موجوده من، يعني. ما هو ده جزء من تاريخ طبعت كامل الاسلام يا دكتور. الاسلامجي، كان في 2016 طيب، في يناير 2016، وهو في جزء من يعني من ما يعتبر يعني مذكراتي في الصحافه يعني، ان انت بتحكي عن حاجات، عن حاجات حصلت يعني، مش المقصود الفتح بمعنى الفتح، ولا التعريه بمعنى التعريه، ولكن انا زي ما بقول لك هي الفكره ايه، احنا بنقعد ننظر كتير جدا ويقول لك الناس يجب ان يعرفوا، وان التاريخ ده مش ملك حد، ده ملك الناس، فلما تيجي تقدميه فالناس تزعل يعني، ما تيجي تقدمي ده كان التاريخ تاريخ مهم بالنسبة وتكتبيه لك لازم لا توثقه. جدا، لانه هي الفكره، هي الفكره بصي في ثلاث فئات مسؤولين عن اشقاء الناس في مصر يعني، سياسيين ورجال الدين والصحفيين. أشقيت الناس بحاجة يا دكتور؟ طبعا. على فكرة في جزء من إشقاء الناس بإنك تواجههم بحقيقته وتعرفيهم المشكلة فين. يعني خلينا نايمين كويسين والحياة ماشية يعني جزء من إشقاء البشر إنك تقولي له، مكاشفة يعني. تقولي له الحقيقة، تقولي له الحقيقة. ما طبعا الإسلام دي، ومش بدعو حضراتكم لقراءة الإسلام دي. أول مرة أقول لكم ما تقروش لا كتاب، بس بس هما يعني إيه، مش لازم تقروه، بس انت كده، فضول كده. انت كده روجتي له اكتر على فكره يعني، يعني روجتي خليني له أنا اكتر محدش واخد يعني باله. لما قلتي أروح مع حضرتك بقى ختاما، طبعا الكتاب الدكتور محمد هنتكلم في اسم الكتاب وفي استخدام لفظ الجلالة الله عنده،
ليه استخدامات غير فئات كبيره بتستخدمها، لكن الله في مصر ده الكتاب حتى الغلاف بالنسبه لي فيه لمسه معينه كده. ولما هتقرا كتاب الله في مصر هو طبعه 2018 هتلاقي حضرتك بتروح بين حاجتين، اولا سلاسه الالفاظ ونعومتها، والاسترسال استرسال استرسال وترتيب المعلومات ورا بعض. وفي نفس الوقت هو في اول الكتاب بيكلمك انه مش بيحب الفلاسفه مفهوم يعني الكلام، وصولا لاخر الكتاب انت بتشوف فلسفه، فلسفه محمد الباز. دكتور محمد، كتبت الله في مصر بعيدا عن رؤى كثيره عدت عليك، ولا كان مترابط مع كل التجميعات الفكريه اللي عدت عليك؟ بص، الله في مصر ده هو القصه الكبيره بتاعتي. كويس. انا كان عندي مشروع ده الجزء الثاني منه، لان انا عندي كتاب اللي هو القران في مصر. ده صدر 2017 والله في مصر 2018، وكان في مشروع ان شاء الله كان يعني اللي جاي كنت بكتب الرسول في مصر. لان هي الفكره فكره انه تعاطي المصريين مع الدين، وتعاطي المصريين مع الله تحديدا. يعني بصي، انت بتتكشف لك المساله، يعني بتتكشف المساله في لحظات اللي هو ممكن تقولي عليها نقطه نور كده في علاقتك الخاصه بربنا. انا بعيد عن تصورات الدين، لانه الدين واضح، يعني الدين والعقيده واضحه فيما يتعلق بربنا يعني. لكن التفاعل اليومي ليه راي اخر، ليه كلام، يعني ليه كلام تاني. يعني ليه كلام تاني، علاقتك احساسك بيه مختلفه، وتحديدا كمان في مصر، لان انت هنا عندك ايه، ده كلام ممكن يبقى مزعج للبعض يعني. انت عندك، بصي، في الديانه المصريه دي، الديانه المصريه اللي هي انسنه الاله، اللي هو كانوا بيتعاملوا مع الاله باشكاله المختلفه. هنا ما كانش ده تعبير عن شرك، بس هو كبشر كان محتاج الاله معاه على الارض، فيعمل اله للخير واله للنماء واله للشر واله دول كلهم كانوا محاوله لتقريب الاله من المصريين على الارض. ده يعني انا في عهود فرعونيه مثلا. دي الديانه المصريه. الديانه المصريه واجهت تحدي ضخم جدا من الديانه الابراهيميه، اللي هو جه سيدنا ابراهيم وبعدين الانبياء موسى وعيسى ومحمد عليهم السلام. لما جم، فالديانه الابراهيميه عملت الفصل ده، اللي هو ايه؟ قالت لك لا، ما ينفعش الاله، ما ينفعش على الارض. ايه الاله اللي على الارض ده؟ المصريين قاعدين فيقول لك ده الاله كذا وده الاله كذا لا لا لا، الاله فوق. طيب الاله فوق السماء، ويحمل عرش ربك وربنا ومخفي ومحجوب، وبعدين انتوا عاوزين توصلوا له، احنا الوكلاء. يعني الانبياء احنا الوكلاء. ماشي. ده تصور مثلا ما بين الديانه المصريه والديانه الديانه المصريه لا تزال فيما يتعلق بالاله لا تزال فاعله حتى الان. كويس. يعني لما تيجي مثلا ممارسه تقصد ايه؟ لما تيجي مثلا تلاقي ست مثلا، ودي حاجات انا رصدتها في الكتاب. فست تقول له تدعي ربنا، تدعيه بقى، وبعدين تقول له ما تنساش خالتك ام منسى يا رب. انت ما تسمعي حد كده، واحده بسيطه جدا مالهاش بالنسبه لها خالص. فهي بتدعي ربنا، وبعدين بتقول، هي بتكلم ربنا بتقول له ما تنساش خالتك ام منسى. يعني هتقيسي على ده حاجات كتيره جدا. الالفاظ بتاعتنا، اقول لك حاجه، الكتاب متاسس على ثلاثيه ما بين المصريين وبين عملتها رصد في الاول، ثلاثيه يعني ثلاثيه العشم والغضب والعتاب والغضب. العشم، انت يعني تلاقي الناس طالعه يقول لك انا يعني ايه عشمان فجر ربنا. العشم ده في الغالب بيجي من واحد لحد هو ملوش حق عنده. يعني انا ممكن ما يبقاليش حق عند حضرتك، بس اجي اطلب منك حاجه فاقول لك والله انا عشمان فيك تعمليه. انا ماليش حق فيه خالص. فده المصريين بيتعاملوا مع ربنا بالعشم. زي يقول لك ايه، انا لو ما دخلناش الجنه مين اللي هيدخل؟ يا راجل ربك رب قلوب، ربنا رحيم، يعني هو منزل. ربنا يعني كل ده يجي يعذبنا احنا. يعني دي ده بفكره العشم، وبعدين تتحول الى فكره العتاب. المصريين يعني بيعاتبوا ربنا. يقول له يا رب يعني ما عملت ايه عشان كل ده؟ يعني انا عملت عشان كل ده. يعني بتلاقي الى مرحله الغضب، الناس بتصرخ يعني وتغضب وتسب وتلعن وتعمل مش عارف ايه وبتاع، بس مركونين على ان في اله هو اقرب الى الاب، فكره رحيم. الاب فكره الاب الرحيم. فانت هنا عملتي تفاعل رصدتي على 30 فصل تقريبا
لكل الحاجات الماسه. يعني في فصل مثلا خاص بنوال السعداوي، كويس، انا قلت لا فعليا تصدق نوال انه السعداوي. لو نوال السعداوي قالت لك ان هي مش مؤمنه بربنا ما صدقهاش، لان هي عندها مشكله تانية مثلا. كلام عن مصطفى محمود، وبعدين الفصل الاخير اللي هو بيلخص الحكايه كلها، اللي هو الله طيب لكن البشر لا يريدونه كذلك. في جملة وحيدة هختم بيها مع حضرتك، وهي الخاصة بأن المتحدث الرسمي إذا حاول أحدهم أن يصدر نفسه على أنه المتحدث الرسمي باسم الله لا يلتفت إليه أحد، لأن المصريين يعرفون أن الله لا يرسل رسلا من النصابين والحرامية وقطاع الطرق. هنا فيها إسقاط على الإسلامجية. طبعا هم صادروا الله لحسابهم، والناس زعلت قوي لما انا عملت العنوان ده. بص هقول لك، ما كانش اول مره، يعني انا لما عملت العنوان بتاع محمد بن سلمان، فانا اقصده جدا. تعبتنا هنا ربع لا لا ساعه لا لا دكتور عادل. لا لا انا اقصده جدا. يعني هقول لك على حاجه، انا مره قبل كده بس الناس ما خدتش بالها، لانه ده الضجه دي كانت ضجه سياسيه اخر حاجه. يعني اتفضل سريعا يا دكتور. انه قبل كده كان انتحار الاقباط بيطلعوا المقطم عند سلمان سمعان الخراز. فانا عملت عنوان مره، الاقباط يقابلون الله في جبل المقطم. فالاستخدام الناس بس اللفظ بس بتتخض احيانا.